اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، والفقره الثانيه معانا مع اسرار الحياه. طبعا احنا داخلين على سيزون العيد، خلاص خلصنا رمضان في اكلنا وشربنا، ودلوقتي بننتبه للشقه، للبسنا، هننزل نجيب طقم العيد، طب الشنطه بتاعتنا كويسه، هننسقها ازاي مع اللبس. طبعا احنا وفرنا لكم كل حاجه في خلال شهر رمضان. هنتكلم النهارده عن الشنط، ولما نتكلم عن الشنط مش اي شنطه نقدر ننزل نجيبها، لازم تكون خامه وجوده عاليه. علشان كده معانا صاحبه براند جويا، استاذه لافلي عادل. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه لافلي، منوره اسرار الحياه. اهلا وسهلا بك يا استاذه. ايه يا رب يخليك. عايزين حضرتك بقى تعرفينا بنفسك وشركه حضرتك. احنا براند جويا، تجزئه يعني جمله وقطاعي. بدايه النشاط من معايا كان جوزي هو اصل الموضوع. كنا بنستورد الاول خامات، او هو يعني كان بيستورد خامات في الاول، وبدأ يعني تصنيعها. زوج حضرتك هو اللي شجعك؟ بالظبط كده، هو كان ده هو بدايه الموضوع منه يعني. بنستورد الخامات كلها، خامات مستورده هو بيستوردها بنفسه، وبيتم تصنيعها هنا. جزء ان انا ممكن اصمم جزء منها، يعني انا ارسم شكل حاجه مثلا تتصمم لنا بالماتيريالز بتاعتنا، كلها مختلفه، ممكن تتشابه الموديلات مع موديلات تانية، بس بيبقى فيه فروقات كتير بقى في نوع الجلد وفي الاكسسوار وكل حاجه. طبعا بالظبط. طيب استاذه لافلي، ازاي جات لك الفكره ان انت تشتغلي في المجال ده، تخشي عالم الشنط، ومش اي شنط، ده براند. وانا صراحه لما دخلت على البيج بتاعك لقيت كميه ريفيوهات ما كنتش متخيله ان الاستاذه اللي معانا دي هي صاحبه البراند ده، بسنها الصغير والثقه بتاعت العملاء عندها، يعني الناس كلها داخله تتشكر لها. فصراحه لما شفت استاذه لافلي قلت لها يعني ده السن صغير على كميه الريفيوهات دي. طبعا مقام كبير، بس اكيد طبعا اكيد. عايزين نعرف بقى جات لك الفكره ازاي. انا بدات الموضوع بالنسبه لي اكتر اونلاين، لان يعتبر جزء من دراستي يعني ماركتنج والكلام دوت، بدات منه ان انا ابقى بدخل انا في جزء الاونلاين اكتر، وانا اللي اسوق للشنط بشكل متوسع تاني، غير يعني غير شغله هو، يعني هو يبقى في موضوع الجمله اكتر، او القطاعي او المباشر محلات او كده. انا بقى حبيت الموضوع اونلاين، ان انا بقى اصلا انا مدمنه شنط، يعني انا بحب الشنط، بحب اشتري شنط، يعني بحب. الموضوع كان دراسه مش شويه، مش دراسه قوي يعني، بس انا جزء التسويق يعني اللي هو جزء ان انا حابه الاونلاين، او احب ان انا على السوشيال ميديا. بالظبط كده. فكان بالنسبه لي انا احسن، هو ملوش في السوشيال ميديا قوي يعني، ما يحبهاش او ما فهو هو شجعني عملي. بصراحه هو برضه هم بيساعدوا بعض. طبعا هو بصراحه ممتاز. شجعني على الفكره ووافقني ان انا ابدا فيها او نبدا فيها يعني. والحمد لله يعني فتره مش كبيره بدانا اونلاين، كان الاول كله بيع مباشر. بس الحمد لله عملنا يعني عملاء كويسه جدا. اكيد طبعا بتاعتنا اثبتنا نفسنا يعني الحمد لله. طبعا ده اللي في مليون بيجيات بتبيع شنط على السوشيال ميديا، قولي ان هي تثبت نفسها يعني كويسه. ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ ممكن نشوف كتير جدا بيعمل براندات شنط، بس في تمييز اكيد. انا عن نفسي بحب الحاجه يعني، لما الشنطه بحس انها بتقيم اللبس. يعني ممكن تبقي لابسه طقم شيك قوي بس الشنطه مش شكلها مش لايقه، او ممكن العكس، ممكن تبقي لابسه بسيط قوي بس الشنطه مدياكي شكل حلو للطقم. تمام. فبيبقى فارق بقى في الاكسسوار بتاعها، الاكسسوار المختوم بيكون عليه مثلا اسم براند، بيبقى قريب للحاجات أكيد. اللي هي الميرور، ما بتبقاش حاجه شعبي يعني او تقليديه، وفي نفس الوقت عملت معادله النوع الاسعار تبقى كويسه، وفي نفس الوقت بتلبسي حاجه شكلها حلو وراقي. اكيد طبعا. فدي المعادله اللي انا كنت بحاول ان احنا نحققها، يعني ان احنا نعمل سعر كويس وفي نفس الوقت نقدم ماتيريال حلوه. فكل اللي جرب مننا بيرجع يجرب تاني مننا. بس في الاول ممكن ده احنا شفنا الشنطه دي في بيدج قبل كده، ده احنا شفناها في جروب، ده سعر اقل، ده كل حاجه. بس كل حاجه بيبقى ليها سعرها يعني، برده ما تقارنش بفكره مثلا الشنط اللي هي الماتيريال. بتختلف بالظبط. في مواقف بتحصل لنا اصلا كتير وحشه قدام زمايلنا اهلنا، بتبقي جايبه شنطه كويسه جدا وفجاه تلاقي تاشيره، فجاه تلاقي السوسته بتقفليها، دي كده حصلت لي. بالزبط. بتقفلي السوسته تلاقيها السوسته باظت، فطبعا ده بيفرق، حاجه مش شكلها مش لطيف. لا بالظبط. والشنطه واجهه يعني، واجهه لاي واحده. احنا كمان يعني بنهتم بده يعني، بنجرب الحاجه وبنهتم. انا باخد الحاجه اجربها الاول، في موديلات انا اول ما بتيجي لازم قبل ما ابتدي نعرضها ابدا انا اشوفها واجربها، ولو في مشكله بنعيد فيها الحاجات بنظبطها وكده. عندي
الجلود، انواع الجلود كلها، خامات كلها ان احنا بنستوردها كلها مستورده. الاكسسوار هتلاقيه كله مختوم، يعني هتلاقي اسم البراند مختوم. السوست والحاجات دي هتلاقي عليها الاسم البراند. كل تفاصيل الشنطه، حتى احنا الشعار بتاعنا يعني ان احنا بنهتم بالتفاصيل قوي. اكيد تفاصيل الشنطه كلها هتلاقيها فارقه معاكي عن اي شنطه تانية. ممكن تلاقي نفس الشكل بالظبط، بس بصي فيه مش هتلاقي نفس التفاصيل عندنا. اكيد طبعا. بس السكه دي جايبينها منين يعني؟ عشان انا واثقه في اللي انا بعمله. بتكلمي عن شنط، شنط كتير جدا بيعملها. اكيد. فاكيد انت عملتي حاجه مميزه او اشتغلتي في شنطه مميزه بناء عن كلام الناس. انت بتتكلمي بالثقه بالظبط. انا ما بقولك، هي ممكن تكون مده مش كبيره كاونلاين، بس الحمد لله كان في مردود حلو جدا من العملاء، والماتيريال عجبهم، بالذات كمان الاسعار المناسبه قوي مع الماتيريال. يعني لا الريفيوهات طبعا، الريفيوهات اللي موجوده على البراند عندها مليانه، وكلهم يعني ناس لا الشنطه جميله، لا مش اول تعامل، فبسم الله ما شاء الله يعني ممتاز. استاذه لافلي، طبعا احنا شايفين شنط حضرتك، يا ريت تعقبنا عليها برضو وتورينا الشنط قدام الساده المشاهدين. يعني ممكن نمثل في الشنطه دي، الشنطه دي نزل كانت ترند قوي في الفتره الاخيره، وكان نازل منها انواع كتير جدا، نازل منها باسعار قليله واسعار كتير. كانت فارقه في ايه؟ كانت مثلا السلسله بتاعتها دي مثلا مش مجرد شكل، قصيره جدا كده، مش زي الاوريجينال يعني. بتدي ممكن تبقى بتتلبس لوحدها، مديكي مساحه انك تلبسيها لوحدها. شنطه دبل تمام. هي ثلاث قطع، ثلاث قطع يعني. هي دي ده حلو كمان قوي. ثلاث قطع فيها، دي طلعت ترند جدا. انا حاولت ان انا اعملها بماتيريال حلوه وفي نفس الوقت تكون سعرها حلو. طبعا في منها شعبي، في منها مثلا الدراع مثلا بتاعها هنا ما بيبقاش منسق، لا الدراع بتاعها كله مختوم عليه اسم البراند. لا شيك جدا دي طبعا. حتى هنا الجزء بتاعها ده مختوم عليه الاسم. السوست مختوم عليها، ده نفس الكلام، كل حاجه مختومه عليها، تفاصيلها كلها زي الاوريجينال بالظبط. تمام. ده من الحاجات اللي كانت طالعه نزل منها كتير جدا، يعني نزل منها يعني جلود وحشه وجلود كويسه، بس تفاصيلها مش حلوه. فانا حاولت اعادل ان دي تكون ماتيريال كويسه وسعرها يكون مناسب. اكيد. وفي دي برضو الماتيريال بتاعتها حلوه جدا، الجلد بتاعها مش يعني لو الاضاءه باينه فيها، الجلد بتاعها مختلف وعلى سعرها حلوه جميله. يعني برضو حضرتك عاوزه تفهميني ان دي مش هتتقشر؟ لا اكيد. لا، وانا عامه مع العملاء بتوعي لو في اي حاجه انا بقول لها بتاعتي. حتى هنا بصي برضو الصوصه جميله، شنطه شبابي برضو. الباك يعني طبعا عمليه جدا. حضرتك اللي بتعمليه بالظبط. في حاجات بقى بتاعتنا احنا اللي احنا بعيدة عن ان احنا ممكن يكون شبه الاوريجينال او البراندات او كده، في حاجات احنا ديزاين بيكون مخصوص بتاعنا احنا اللي بنرسمها، ممكن زي حاجة زي دي اللي عليها سكارف دي مثلا. وده طبعا لون يعني نازل، لون ترندي شويه اللي هو البيبي بلو. برضو اكسسوارات كلها، حتى انتي لو انتوا ممكن تكونوا شايفين الفرق شويه، اكسسوارات كلها بتبقى شكلها مختلف، مش مطفيه يعني. جميله يعني. جميله. بسم الله ما شاء الله. الكبار برضو حضرتك، برضو في شنط كبار. وفي الباك دي برضو، دي كانت من اعلى المبيعات عندنا برضو. اتعمل عليها ضجه جامده عندنا، يعني معظم ريفيوهات على الشنطه دي كانت. دي دراعها برضو ليها دراع لوحده وباك، وفيها هنا طبقه مبطنه عشان لو حتى موبايل، عشان هنا هي مخرج هاند فري، فلو حتى موبايل او حاجه هنا ما يتكسرش في نفس الوقت، تعرفي تخرجي لي المخرج. لا شكلها ممتاز جدا للجامعات، والدراع بتاعها حلو جدا يعني. يعني هي ممكن تبقى كروس تتلبس كده على الهاند وتتلبس باك. لا تحفه صراحه، حلوه جدا. ودي برده كانت من الحاجات الحلوه جدا عندنا برده، دي كروس وباك، هاند وكروس جميله ديت. من جوه برضو البطانه بتاعتها بتبقى اللي هي ال في، اللي هي ال في الاصلي، زي الاصلي اللي هي لونها احمر. تمام. وفي منها الشكل ده، ودي جي اللي هي التايجر برضو، دي كانت عامله شغل كويس قوي. تمام شغل تمام. على استاذه لطفي، على المبيعات عندنا. معلش هقطعك في الكلام، معانا مداخله استاذه شيماء. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا فندم. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، نورتي اسرار الحياه. والله انا حبيت اتكلم بس عشان انا حد من الناس اللي خد المنتج بجد في منتهى الجمال. عايزه اقول الشنطه فعلا براند عادي، حلوه جدا، خامه
الماتيريال بتاعها ما شاء الله حلو جدا، الذوق بتاعها عالي جدا جدا، يعني هما بجد حد ثقة قوي قوي قوي، فحبيت اقول رأيي بس بكل صراحة والله. نشكر حضرتك يا فندم، وده رأي جميل جدا، نشكرك يا فندم جدا، شهادة كبيرة وممتازة طبعا. ان الناس تدخل وتتكلم وتشكر في الشنط دي حاجة كبيرة جدا، ثقة العملاء بحضرتك كبيرة، وده ما جاش من فراغ، اكيد هم جربوا الشنط وعرفوا ان هي مختلفه. انت عارفه الشغل اونلاين يعني تلاقي فيه ضغوطات كتير وشك طبعًا. كتير اللي هي ايه، هو في هيدك هيدك طبعا. احنا بقى وفرنا كل ده وعملنا ان احنا حتى اعلاننا او اي اعلان بينزل لنا على الفيسبوك بنكتب فيه ان اي بنوته عايزه تشوف الشنطه من على الطبيعي، احنا بنصور اوريدي تصوير خاص لينا، وفي نفس الوقت بصورها بالموبايل مباشر من الشنط، اي شنطه عايزاها من جنبه من قدامه من جوه وعايزاها تشوف تمام. التفاصيل بتاعتها كلها بصورها لها، فقبل ما بيوصل لها المنتج بتكون شايفاه كانه قدامها. وفي نفس الوقت بقول لها لو في حاله ان هو لحد ما وصل لها ومش عاجبها بقول لها ترجعه مع المندوب وما فيش اي مشكله، مش بترجعش بس ما فيش حد بيعمل كده اصلا. لا لا يعني لا الحمد لله اكيد في مصاريف تمام. احنا شغل حضرتك على الشاشه بيتعرض دلوقتي تمام، فلو حضرتك تعقبي برضو عليه. الشغل بيتعرض دلوقتي قدام الساده المشاهدين تمام. الشنطه يعني اقول للموديل دي الشنطه دي كانت مين طلبها منك او ايه اللي عملتيها ليه؟ طلب عليها كتير، دي هي ماتيريال بتاعتها شموع وكروس، فيها ثلاث تقسيمات من جوه، شنطه برضو عمليه وفي نفس الوقت شكلها صغير. من الحاجات اللي عليها والديور طبعا ده اللون الترند برضو الموف ده عامل شغل مع البنات كويس. وفي نفس الوقت برضو ليها كذا تجزئه، ودي شكلها جديد بتتفتح بطريقتين، ليها يعني اول مره يعني بتتفتح مره وفي كمان جيب تحتيها تمام. طبعا المنت طالع موضه ودي كانت كان الامهات بقى اللي البلجاري طالعه كانت في عيد الام شغاله كويس جدا، يعني من الناس اللي هم بيحبوا الحاجات دي كتير جدا عشان رمضان استاذه لطفي. اكيد طبعا للاسف المره الثانيه هقطعت معانا مداخلات حضرتك، الناس كلها عايزه تكلمك، الناس كلها عايزه تكلم. استاذه هبه معانا، اهلا وسهلا بيك استاذه هبه. الو اهلا بيكم، صباح الخير. صباح النور يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ تمام كله الحمد لله. عايزاك بقى تتكلمي عن حاجة جويا. بجد كل سنة وانتم طيبين الأول، بس أنا لما اتعاملت معاهم لا بجد الخامة بتاعت المنتج نفسه تحفة بالمقارنة بالأسعار اللي الواحد بيجيبها يعني من بره. وشغل الأونلاين اللي هو أنا طلبت الحاجة النهاردة جات لي تاني يوم. فدي كانت بالنسبه لي اصلا في التعامل مع الاونلاين دي كانت بالنسبه لي مفاجاه بجد، وذوقه يعني الواحد لما بتتكلمي معاهم اصلا في على الاونلاين وكده ذوق جدا. ميرسي لذوقك. ميرسي تسلمي لي حبيبتي، ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب دايما وان شاء الله تقدم. اشكرك حبيبتي. اشكرك يا فندم، دي شهاده طبعا احنا نعتز بيها، والناس كلها عايزه تكلم استاذه لافلي، عايزه تشكر لها على الحاجات الجميله ديت. شغلك ما شاء الله عليه ممتاز حبيبتي، ده من ذوقك والله. لا والله بجد ممتاز. حضرتك بقى بتوصلي في كل المحافظات ولا محافظات؟ كل المحافظات ليها شحن، وفي اوقات كمان بيبقى في مناطق قريبه مني فبوصلها في نفس اليوم بمناديب من عندنا خاصه. يعني بيوصل لهم الاوردر في نفس اليوم. نطاق القاهره طبعا كله في خلال يوم، تاني يوم بالكتير قوي تصحى تلاقي ليها. اسعار تقريبا الشحن ممكن من 35 جيزه والقاهره، وفي اوقات بتعمل عروض على المحافظات لحد 30 جنيه لاي محافظه. محافظه 30 جنيه ده حلو جدا طبعا. وساعات بنعمل الشحن مجانا للقاهره، بيبقى في بقى اوقات العروض، وبنوصل طبعا احنا تقريبا من ساعه ما بدانا في عروض يعني بنعمل عروض كتير ما شاء الله. استاذه لافلي، ايه اللي بيضمن العميل اللي بيشوفه على السوشيال ميديا هو اللي بيوصله؟ جات لنا شكاوي كتيره ان هم بيشوفوا الحاجه كويسه جدا يا استاذه ايه على السوشيال ميديا، الماتيريال وكل حاجه، بس للاسف الشكل ولا الخامه ولا اي حاجه. ايه اللي بيضمن بقى حضرتك؟ هي اول حاجه اللي انا يعني بحبها دايما ان انا اصور المنتج للعميل قبل ما يعني العميله تبعت لنا، ببعت لها صوره الشنطه اللي هي عايزاها من جوه ومن الجنب ومن ورا، بصور لها المنتج زي ما هي عايزاه، وفي حاله ان هو وصل لها ومش عاجبها انا باخده بيرجع لي.
عنديش اي مشكله. اه مفيش مشكله خالص، بس هو ما رجعليش قبل كده بصراحه. طب الحمد لله. بس ده كويس جدا ان انت بتقولي الكلمه ديت، انا حد ما بيصدقوا يوزعوا الحاجه. لا يا اول في بنات بتدخل تسالني بتقولي بس لو ما عجبنيش انا هرجعه، لو مش عايزاه هدفع الشحن بس وارجعه. لا ما عنديش مشكله خالص، هي ما بتاخده تروح عامله لي ريفيو حلو وبعت لي ريفيو حلو على البيت تقولي لا الله الشنطه حلوه خلاص كده، بعد كده بتطلب وهي مطمنه بقى خلاص. اه خلاص اتعاملت اول بالزبط. مره خلاص بالظبط. ولو في اي حاجه حتى مش على سبيل الخطا من مصنع من اي حاجه من الكلام ده، انا اللي بطلبها ان هي ترجعها لي وبنعمل لها شحن مجانا. بتشوفي الحاجه قبل ما تبعتيها؟ اه بالظبط، براجع عليها بس في حاله اي حاجه انا متحمليها، يعني هي لو في اي حاجه حصلت بترجع لي وانا اللي بتحمل كمان لو ليها مصاريف شحن او اي حاجه. طب حضرتك بتقولي بوصل لكل المحافظات، طب لو محافظه خارج يعني الجيزه او اه كل المحافظات اسوان والاقصر بتاخد فتره قد ايه؟ 72 ساعه تقريبا، يعني الاقصر واسوان بالاخص يعني عشان هم بعاد، لكن اي محافظه تانية في خلال 48 ساعه. بيكون عايز اسكندريه طنطا اللي هي قريبين مننا في خلال 48 ساعه بيكون عندهم الاوردر. طب حلو جدا. انا عاوز شنطه ما اتعملتش قبل كده. بيتبعت لنا موديلات موجوده عندكم عايزينها خلال فتره، بنبقى عارفين مين اراء يعني العملاء. بنقدر لو نعمل زيها نوفر حاجه مطلوبه نقرب منها، بس بنحب دايما ما بقاش في مثلا حاجه متكرره انا اقلدها. لا انا احب اتميز، يعني لو في حاجه بصمتك المختلفه بالظبط، يعني اعمل انا حاجه وتكون في نفس الوقت تميزني انا، يعني تديني انا التميز بتاعي يعني. فده بالنسبه لي بيكون افضل من ان انا ابقى الشنطه اصلها هنا وهنا وهنا وهنا. لا بيبقى مرطرطه الحاجه، لما بتبقى مرطرطه ما بتبقاش حلوه بالظبط كده. لا وغير كده البنات ما بتحبش يعني تلبس حاجه زي ما انتها لابساها بالظبط، تحبي حياتها فعلا. انا عاوزه البس حاجه ما حدش خصوصا بقى البنات يعني كل واحده تقول لك لا انا عايزه ابقى المميزه عن غيري. انا اصلا حتى لما باجي اتكلم مع البنات بقول لهم يعني احنا بنهتم، انا عشان ممكن حاجه ببقى لمساها في الشنطه، البنت احتياجاتها ايه للجامعه، احتياجاتها ممكن واحده معاها بيبي مثلا تكون عايزه شنطه عمليه اكتر. أكيد. بيبقى عندنا بقى نظره للكلام ده واحنا بنعمل الشنط، بحيث ان احنا نخلي كل الاذواق موجوده وكل حاجه من المتطلبات موجوده عندنا. حضرتك اللي بتردي على رسائل بنفسك؟ اوقات كتير. كنت لسه عايزه اقول لها السؤال ده، ازاي تلاقي وقت تنظمي كل ده؟ اوقات كتير انا اللي برد، في اوقات يعني فاضيه بكون انا اللي برد فعلا. اصل الموضوع ده مش سهل يعني، وخصوصا ان انت متزوجه عايزين نعرف ازاي. بحاول لازم كنت بتكوني حاجه حباها بتحاولي توفقي لها وقت، وهو كمان مشجعني يعني هو مديني مساحتي ان انا اعمل فيها وان احنا نكبر فيها وكده، فهو بصراحه مشجعني. فلما بيجي فرصه فعلا ان حاجه نجتهد فيها هو اول حد بيكون جنبي يعني. جالك اوردر خارج مصر؟ لسه بنبدا نعمل، بس بيبقى بقى اوردرات جمله يعني مش بتطلع قطع. لا ان شاء الله يكون اسرار الحياه فتحت خير على حضرتك. انا اتشرفت بيكم بس ربنا يخليكي. استاذه لطفي، زي ما في سلبيات زي ما في ايجابيات في سلبيات، ايه المشكله بقى اللي واجهتك اول ما دخلتي مجال السوشيال ميديا؟ طب نتكلم عن الايجابيات الاول. احنا مشكله احنا عاملين كده كفايه المكالمات اللي جت دي، كل دي ايجابيات. بيبقى طبعا بنقابل عملاء بيكون يعني فكره ان انت بتكوني الشنطه تمام وخديها وشوفيها تمام، ممكن تروح مرجعها لي ما تستلمش مثلا، خصوصا بقى مشاكل الشحن يعني. بتبقى مشاكل الشحن اكتر مع شركات الشحن، والعملاء ساعات بتبقى رافضه تستلم او كده، دي اصعب حاجه يعني في الموضوع. لكن طبعا يعني شحن وعمل هي بتبقى مش مساله حاجه اكتر ما هي بتبقى مساله ان انا بهتم بالاوردر وهو طالع في الاخر ما بيبقاش فيه مردود من العميله ممكن. بس ده اسوأ حاجه وبنبقى نادرا يعني عشان ما بقاش بكذب برضو، بس دي عيوب السوشيال ميديا. وفي طبعا يعني جزء من الناس لسه مش مقتنع بفكره ان انا اشتري اونلاين انزل محل. الناس كلها بتخاف فعلا يا استاذه ايه من الشغل الاونلاين، واخده صيت مش كويس الشغل الاونلاين دي حقيقه. وطبعا بنحب نمسك الماتيريال بمعنى صح بالظبط، وبنحس بامان لما بنمسكها دي حقيقه، وتمسكي الحاجه وتلتمسيها فدي حاجه امان ليكي انت. انا عن نفسي بقى على النطاق الشخصي انا ما بشتري عادي. بالنسبه لي اسهل اسهل اشتري اونلاين. يعني ازاي اتواصل مع حضرتك؟ تواصل معاكي ازاي؟ احنا عندنا تليجرام وعندنا انستا وعندنا فيسبوك وعندي رقم الواتساب، بنتواصل مع الكلاينت لو دخلت عملت اوردر مباشر على الواتساب. تمام. وطبعا البيج بتاعتنا مفتوحه طبعا دايما. احنا تشرفنا بحضرتك والوقت جري جدا، ونتمنى ما تكونش اخر حلقه، ونتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. اكيد. ميرسي زوك، ربنا يوفقك يا فندم. ميرسي جدا ليكم. الى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج اسرار.